نعم وغير هذا. نعم الشيخ. العفاف ذكرنا العفاف والحياء. نعم ها الشيخ. النزاهة عن كل ما حرم الله. الله تكلك له لا يتدرى ويراقناك يا الله ملكني. يعني يبتعد غاية البعد عما حرم الله. الله تكلك له على مزرعة الجسد هون فتعامير قلبه. بعض الناس ولله الحمد لا يشرب الخمر. عند أن يسألوا مسكنا الله يقبلنا يهونا أسكاري ما تطيب ولا يأكل الربا ولا لما يلعب ولا يقتل النفس التي حرم الله. الله عندما تقدر كل درجات النفس أيقدم لكن لا يستطيع أن يعيش بدون غيبة ونميمة. نجر كم كلام منا نجر كلام سابقا من روح خاصة بتلين في أئمة الإسلام يتكلم يا إسلام مريبهم شغش لي من نجر ودع ما بقي أن يسب ويشتم إلا أئمة الإسلام كالبخاري رحمه الله. ما بقي له أن يسب ويشتم إلا البخاري رحمه الله. يا إسلام مريوش عندم يترفع ويلم إمام البخاري كالتوري بستقل يسب شيخ الإسلام شيخ الإسلام لم يسب. يقول الوهابية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يسب يسب هؤلاء الذين يستدبون. لماذا؟ لمن دين؟ شيء واحد عندنا العداوة بين هؤلاء وبين أئمة الإسلام هو التوحيد. بين السنة بإسلام مريوش مكاكل يالله وطلات النتي ميقاك أتشو الله بلتشي النت مملك. هؤلاء أرادوا أئمة الإسلام أن يعلق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. الذي تصدابي شيخ الإسلام بلاتشو محمد عبد الوهاب فطورون كالله قال عند الجنان يدربوا شيخ وشناتشو وهم أبو هؤلاء إلا أن يعلق الخلق بالخلق. الذي تسادى يوجين فطور كفطور قال عند الجنان يجي كجي ألفو الله عند يملك أفلقون. لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ليت النور الجبال يا الله الوداج وشنا يا شيطان الوداج وعلماء الإسلام وعلماء الضلال لابد أن نفرق. يا إسلام مريوشنا يا تنمية مريوشنا يا تنمية. لماذا؟ لا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نجاب الله يا منا الصنة تتنققوت ناتشو يا الله وليوج شيخ الإسلام ابن تيمية برندا الله يا منا يتتنققوت لا الله وداج وردلو تنقرع ولي من الأولياء لاني وداج وردلو ينام بين القبور أكبر مكاكل ميتنيا يشرب الخمور تاسكاي نقري ميتطا يسرق لا يتطهر من بوله لا يستر العورة لا يأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات هذا والله ولي لا شك في ولايته من أولياء الشيطان يا وداج منه يا شيطان وداج. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان يعني فرق بين السماء والأرض بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما تفعل الزجاجة يبع الله وداج مكاكل يمين لا يبت متأهبره بشيطان ولا جوج مكاكر يبليا مصحف روع عند مصحف تاتموا عزكاجتوا الوحيد. هل يمكن أن نأخذ الدين من المجانين؟ كابد
هاي ما نجي وصدار من السكارة كسكارة هاي ما نجي وصدار ممن يخزن القات شاد هون طلع يدربو تم يسكن متصو هاي ما نجي وصدار هل النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله أو لا؟ يا الله ملكتنا يا الله ولا تشوى السلام. وإبليس من أولياء من؟ هو رأس الكفر أصلاً. إبليس يمان ولا جنوا يا شا يا كهدت قلت وصل. في القديم فيت كانوا يعبدون الصالحين. النجان صالحين يا ملقات شونبر ويعبدون العلماء هذا في القديم علماء شونم يا ملقات شونبر شرك أكبر يا تلك وانا ما قرأت في العصر الحاضر يعبدون المجانين والسكارى ويقول هؤلاء أولياء الرحمن زاريقين كالله للا يالوت ملك اللقن اغنوك فيت من ملكوت صالحوش نفر من يتكلم بالكفر والضلال بكفر من ناقروت بتميت من ناقروت يتملكوا الدنيا حتى قالوا أن الولي أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام من هم الدرجة الرسول ولي بدرجة كنبي بلدال كمالة الرسول والله لا تستطيع أن تبيع وتشتري مع هذا المجنون لا تبيع وتشتري معه لا تعطي نقود أصلا تبيع وتشتري كان دزها قلة سرقارا قبيعت ووارو عتشب وعتقويلة كيف تأخذ منه الدين؟ قلت هذا لقى كنيسة دين توصل لا يصنع هذا حتى اليهود والنصارى يهم حتى قاله تهبت نصارى يهود مقوى أي ووارو حتى عبدت في بعض الدول قبور والله لكفار كان داندر كبرت سملك وايتنا أنت تتمر كوال نجار كبرت يكاري مكابرشات أيام الحرب العالمية سقطت طائرة لرجل من اليابان يا عالم طرنة سكاد عند أوروبلان ودك كان تكبرني إلى الآن ضريح يعبد من دون الله يا أوروبلان ودك بيت تجاب لينو إما لك على أوروبلان ودك بيت تبلو